وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة ولكنها كانت رائعة. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحن سمعناه لثوان من الدهر، ثم هززنا رؤوسنا وقلنا أننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي. مش مصدق إن فاتت سنة على وفاة أحمد خالد توفيق. ادعي له بالرحمة. فيديو كل حاجة عن العراب، تأثيره وأعماله وحياته. يلا بينا. أنا طارق ودي قناة كوكب الكتب. في قناة كوكب الكتب إحنا بنقدم مراجعات على أسس روائية سليمة، وبنقدم ترشيحات بناء على خبرة 30 سنة قراية، وكمان بنقدم فيديوهات منفصلة تعريف بالمؤلفين زي الفيديو ده. لو الكتب هي اهتماماتك اشترك في القناة، فعل زرار الجرس. أهلا بيك. سامحوني يا جماعة على نبرة صوتي، أنا فعلا مكتئب مع اقتراب ميعاد ثانوية العراب. الاكتئاب بيزيد ونبرة صوتي بتتغير وعصبيتي بتزيد، ولكن ده أمر واقع ولازم نتقبله. ناس كتيرة ما سمعتش عن العراب غير بعد ما مات للأسف. ناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة غير الفيسبوك إن هو أثر في ناس كتير. ناس كتيرة ما تعرفش هو عمل معانا إيه. عشان الناس دي كلها وعشان أبناء العراب القدامى أنا عملت الفيديو ده ديديكيتد لأحمد خالد توفيق. ادعي له تاني بالرحمة. العراب أو الدكتور أحمد خالد توفيق فرج ولد في طنطا سنة 62 لأسرة بسيطة متوسطة الحياة. توفى وهو عنده 56 سنة. 56 سنة أثر فيها بشدة في تاريخ مصر، أثر بيها بشدة في نفسيات ناس كتير وفي قلوب شباب أكتر. تخرج من مستشفى طنطا الجامعي سنة 1985، تشكل وعيه منذ الطفولة عبر القراءة والسينما اللي أثرت بشدة في كتاباته زي ما هنشوف، حيث اتبع أسلوب الرواية السينمائية اللي بتعتمد على تصوير المشاهد صوت وصورة. انضم سنة 1992 إلى المؤسسة العربية الحديثة بترشيح مباشر من العبقري الآخر نبيل فاروق، اللي رغم اختلافي معاه مؤخرا في آرائه السياسية إلا إنه أثر بشدة في الجيل الحالي الثمانينات وما بعدها. صدرت له أول سلسلة في يناير 93 باسم ما وراء الطبيعة، التجربة الجريئة الأولى لكاتب مغمور يغامر بها ناشر بثقة لحمدي مصطفى ويدخل نوع جديد من الأدب إلى الوطن العربي وهو أدب الرعب. أستاذ حمدي بنفسه هو اللي كتب السلوجن أو الشعار بتاع السلسلة بخط إيده على مسودة أول عدد، روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والإثارة. تميزت السلسلة بالتجديد مش بس في الموضوع ولكن كمان في البطل العجوز رفعت إسماعيل. اللي درس فن الرواية أو قارئ في مجال كتابة الرواية والنقد الأدبي يعلم من هو رفعت إسماعيل جيدا، لأن الشخصية دي هي المثال الأول والأوضح لنقيض البطل أو الأنتي هيرو. وتعريف الكلمة دي هي بطل يفتقر إلى كل صفات البطولة المعتادة، فهو عجوز معتل الصحة أصلع لا يملك أي مقومات بطولة. وخطورته إنه ظهر في وقت مشبع بأدهم صبري رجل المستحيل الوسيم الشجاع القوي الطويل الذي لا يخطئ، يمتلك كل صفات البطل بلا عيوب، المتأثر بشدة بجيمس بوند. يوازيه نور الدين محمود العبقري خارق الذكاء. إلخ إلخ إلخ. يظهر رفعت إسماعيل من العدم، شخصية مصرية خالصة غير متأثر بأي شخصية أجنبية، ممكن تشوفه في المترو ما تنتبهش ليه أصلا، لا يمتلك إلا ذكاء وسخرية مريرة وحظ عاثر. تغلغل في القراء لدرجة عجيبة وحقق نجاح رهيب، شجع العراب إنه يبدأ ينقب في كل الأفكار الجديدة اللي كانت بتتصارع في رأسه، فطلب من الناشر إنه يعمل سلسلة جديدة بطولة سالم وسلمى عن العوالم الموازية. ولكن نظرة حمدي مصطفى كانت ثاقبة واقترح إنها تخش في نفس السلسلة لتثبيت نجاح السلسلة، وفي نفس الوقت تخفي رفعت إسماعيل شوية عن الناس. وعليه بدأ التوك يشتغل بأبطال فرعيين لنفس السلسلة زي سالم وسلمى وإيجور وهونتشوكان. صدر من السلسلة 80 عدد زائد 6 أعداد ما بين أعداد خاصة وما بين كوميكس. تاني سلسلة كتبها الدوك كانت فانتازيا سنة 95 بطولة نقيض آخر للبطل عبير عبد الرحمن،
الشخصية باهتة الملامح ضعيفة الجمال لا يميزها أي شيء إلا روحها الشفافة ونهمها الشديد للقراءة، زي ما قال الدب ملكة جمال الأرواح. أطلق فيها العنان لشطحاته بالكامل، تعابير تمتلك جهاز يسمح لها باختراق الأحلام. ومنها نروح لأي حتة أثرت في أحمد خالد توفيق نفسه. أبطال الكوميك بوكس سوبرمان وباتمان وطرزان، عوالم الميثولوجيا الإغريقية والفارسية، حتى عالم ديزني ده حتى وصل إلى حد السخرية من نفسه لما خلى عبير تخترق عالم رفعت إسماعيل. نجح فيها الخالد إنه يخليك تقفل الرواية وتروح تدور على العمل الأصلي وتقراه، وده في رأيي أحد أهم أسباب نجاح الدكتور ومكانته في قلوبنا، إنه ساهم بشدة في تثقيف جيل بالكامل عن طريق توجيه الشباب لأعمال كتاب آخرين. صدر من السلسلة 64 عدد وأربع أعداد خاصة. العراف فضل مستمر في الطب والكتابة بشكل متوازي لحد ما حصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة سنة 96، ودي اللي انعكست بشدة على السلسلة الثالثة في نجاحات العراف، وهي سلسلة سفاري اللي نتكلم عليها شوية. ونقول بطلها علاء عبد العظيم، وفيها الدك برضه بيلعب على الأنماط العادية للبشر، فهو طبيب مصري شاب عصبي محبط، غير مفرط الوسامة، غير مفرط الذكاء، غير مفرط القوة، حتى الطب مش خبير فيه. وده سبب آخر لنجاح أحمد خالد توفيق، إن أبطاله مننا، لو مش أنت فهو حد قريبك أو حد صاحبك أو حد شفته أو فيه لمحة من حد تعرفه. هنا بقى طلع كل شغفه بالطب والأدب في خلطة من ابتكاره جنرا جديد على قدر علمي محدش قبل كده على الأقل في الوطن العربي كتب في هذا المكان. يجوب فيها مجال أفريقيا، يحارب الأوبئة والصحراء والمرتزقة، مخلوطة بكم هائل من المعلومات مدسوس بشكل ساحر ما يفصلكش عن الأحداث. تخترق الأحراش، هتعلم عن الطبيعة وعن الطب. صدر منها 53 عدد وثلاث أعداد خاصة. أصدر كمان سلسلة اسمها WWW، وهي كالعادة أفكار مبتكرة، فبطل السلسلة هو الراوي، هو فيروس كمبيوتر. معلومة مهمة، الدوك كان خبير في الكمبيوتر ويجيده بشدة، وهو اللي علم نفسه البرمجة لما كان شغال في المملكة العربية السعودية. نقف هنا عند محطة مهمة في حياة أحمد خالد توفيق، وهي الترجمة اللي كان ليه باع كبير جدا فيها خصوصا في الوطن العربي بسبب إجادته السحرية اللغة الإنجليزية، لأنه بطبعه الله يرحمه كان ميال لتعلم اللغات. بدأ الموضوع مع سلسلة روايات عالمية للجيب اللي أسسها نبيل فاروق، وترجم أول أربع أعداد بس، وبعدين استلمها العراب وترجم فيها روائع الأدب العالمي ملخصة بأسلوبه الساحر الرشيق. شفنا فيها أول ترجمة عربية لستيفن كينج على الإطلاق في رواية الشيطانة. ترجم كمان أعمال كبيرة وتقيلة بدون ما يتدخل فيها كتير في الأسلوب، زي نادي القتال مثلا لتشاك برونيك. كمان ترجم لنيل جايمن وعداء الطائرة الورقية في نسخة خاصة مصورة. إلى جانب كل ده دخل إلى عالم الكتابة الصحفية سنة 2004 لما بدأ يكتب في مجلة الشباب، ومنها انتقل إلى مجلات ودوريات وجرائد لا تعد ولا تحصى زي الدستور القديم وبص وطول ومواقع على الإنترنت، حاجات صعب جدا أن أحصرها في هذا الفيديو. كتب في كل المجالات تقريبا، مقالات سياسية، نقدية، فنية، سينمائي. تقريبا معظم هذه المقالات تم تجميعها في كتب متعددة طبقا لرغبته لمنعها من التطاير، منهم دماغي كده، شاي بالنعناع، قهوة باليورانيوم وغيرهم. مع كبر نجاح وسن العراف وتزامنهم مع الذكاء الشديد وقوة ملاحظته، انتبه لان الجيل اللي كبر معاه وكبر نجاحه بيه، الجيل ده تطور ويحتاج حاليا الى روايات وكتب اكثر نضجا واكثر تماسكا والتصاقا بالواقع. ده الى جانب رغبة العراب في اقتحام اماكن جديدة زي ما عودنا، وعليه كتب روايات طويلة كانت اكثر عمقا واكثر قوة. فانا حبيت ان انا الاقي نفسي اخلق نفسي سقف اعلى. بدأها بيوتوبيا، انجح اعماله على الاطلاق في 2008، وترجمت الانجليزية والفرنسية والفنلندية، وكانت آخر أعمال الدك الحقيقية غير المجمعة أو المعاد طبعها هي رواية شقابيب في 2018. ضيف على كل اللي فات مجموعات قصصية كتير جدا زي قزح والأنا فتح الصندوق 1 و2 و3
الغرفة 207 حاجات أعجز عن حصرها، إلى جانب كتب من الدراسات النقدية زي الحافة، موسوعة الظلام وغيرها. أبناء العراب خرج من عباءة أحمد خالد توفيق كتاب لهم ثقلهم في مجالات متعددة، زي شيرين هنائي تلميذة العراب. أنا رجعت لها روايتين وعملت معاها لقاء حصري، ممكن نتفرج عليهم في اللينك اللي في الديسكريبشن أو في الكارد من هنا. كمان تامر إبراهيم كاتب الرعب الثقيل اللي العراب بنفسه قال عليه إنه بيخترق أماكن لا يجرؤ إن هو يروحها. هشام فهمي مترجمي العظيم، أنا رجعت له روايتين ممكن نشوفهم في الديسكريبشن أو في الكارد من هنا. وليد فكري الباحث التاريخي المميز اللي لينا معاه وقفة قريب إن شاء الله في مراجع كتاب أيام من دم. انتهت حياته في 2 إبريل 2018 عن أزمة قلبية في مستشفى الدمرداش، لكن عمله الصالح لم ينتهي، باقي في الشباب، في أبناء العراب، في نعي وزيرة الثقافة وأدباء عظام زي إبراهيم عبد المجيد، في التجمع الغفير اللي شيعه إلى القبر وشال النعش على كتفه، في الناس اللي جات له من أقاليم بعيدة في مظاهرة حب صامتة، في مدفنه الزاخر بمقولاته وقصاصات أعماله، وأهمها الجملة التي وصى إنها توضع على قبره جعل الشباب يقرؤوه، في الناس اللي راحت أحيت الذكرى السرية بتاعته يوم 2 وزارت قبره وقرأت القرآن. آسف يا جماعة مش هقدر أكمل أكتر من كده. لو عايز تعرف أكتر عن المجموعة الكاملة للعراب وتشوف كل أعماله، شوف الفيديو بتاعي اللي بيتكلم عن الموضوع ده في الديسكريبشن أو في الكارد فوق. قول لي ايه رايك في فيديو كل حاجه عن العراب، ولو حابين نكررها هنتكلم عن مين، قول لي في الكومنتات نتكلم مع بعض ونستفيد، لان احسن الاراء والترشيحات والاقتراحات بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انتو. شكرا على المشاهده واسف جدا على الاطاله، ولكن ابان الذي في طنطا يستحق. لو الفيديو عجبك شيره وما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك، اتفرج على الفيديوهات دي واشوفك الحلقه الجايه. سلام.